الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يعتمد تشكل السحب ونموها وانتشارها العمودي والأفقي على المسبب لرفع الهواء للأعلى وعلى درجة حرارة الهواء الصاعد وعلى درجة حرارة الهواء المحيط في الهواء الصاعد. وهنا يصنف خبراء الأرصاد الجوية الغيوم إلى: أولا غيوم طبقية وتكون متراصة وتغطي مساحة كبيرة من السماء ويكون انتشارها واتساعها أفقيا. اثنين غيوم ركامية وتتجمع في طبقات متراصة فوق بعضها البعض ويكون نموها رأسيا إلى الأعلى.